بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح وبفضل الله جالي ميل من جوجل ادسنس وبيقولوا لي ان المدونه بتاعتك جاهزه لعرض الاعلانات. طبعا دي لحظه انا استنيتها كتير جدا، من شهر تقريبا 3 اللي فات وانا بقدم لمراجعه المدونه وبترفض. دي كانت ثالث مره اتقدم لجوجل ادسنس عشان يراجعوا المدونه ويبداوا في عرض الاعلانات عليها. اول مره خالص اشتريت الدومين كان يوم 17/2، اشتريت الدومين من جودادي زي ما كلمت حضراتكم في فيديو سابق قبل كده، وعن الاسعار وعن كل حاجه، خطه الاسعار على جودادي. اشتريت الدومين يوم 17/2 وبدات في كتابه المواضيع. تقريبا كل شهر كنت بكتب موضوع او اتنين او ممكن ثلاثه، مش كتير يعني كل المواضيع اللي موجوده عندي دلوقتي على المدونه 22 موضوع من يوم 17/2 لحد النهارده، يعني ممكن تقول حوالي 7 شهور. المدونه بتاعتي دي كانت ثالث مره اقدم. يوم اول مره كانت يوم 9/3 واترفض التحقيق الربح او عرض الاعلانات على المدونه. تاني مره كانت يوم 18/8 وبرده رفضوا تحقيق الربح او عرض الاعلانات على المدونه. تالت مره كانت يوم 18/9. يوم 18/9 طبعا انا كنت مريت بقى بمراحل كتير جدا وكنت خلاص فقدت الامل تقريبا، وقلت ان انا في شهر 2 اللي جاي هينتهي صلاحيه الدومين ولازم اجدد الاشتراك مع جودادي، فقلت خلاص لا هسيب الدومين ده واجيب واحد جديد، لان في اكتر من حد قبل كده اتكلم على النت وقال ان انت لو قدمت مره والتانيه واترفضت يبقى بعد كده هتترفض على طول. الكلام ده مش صحيح، بدليل ان انا قدمت المره الثالثه واتقبلت المدونه ونزل عليها بالفعل اعلانات على الموبايل دلوقتي. لو حضرتك داخل من الموبايل هتقدر تشوف الاعلانات عليها، لكن الكمبيوتر هيتاخر حوالي 48 ساعه. ده الكلام برضو اللي انا عرفته من الفيديوهات، انا معرفش مدى صحه الكلام ده صح ولا غلط، لكن ده برضو اللي انا عرفته من اليوتيوب. طيب انا طبعا اتفرجت على فيديوهات كتير جدا، ما سبتش تقريبا فيديو بيجي قدامي عن تحقيق الربح وعرض الاعلانات على المدونات غير لما اتفرجت عليه. فكان في بعض النقاط اللي انا لقيتها غلط تماما وغلط بشع، يعني عشان لو حضرتك عندك مدونه ما تفقدش الامل اطلاقا في ان المدونه تتقبل في ادسس. ايه بقى هي الاخطاء اللي انا شفتها وكانت اخطاء بشعه جدا؟ كان في اكتر من حد طبعا كان بيبقى مجمع على هذا الخطا وبلاقيه يعني موجود عندي في المدونه واتقبلت الحمد لله في تحقيق الربح. كله طبعا بيقول لك ان جوجل سيرش كونسول لما تدخل عليها بتلاقي في حاجه اسمها الاداء، تقييم الاداء. يعني هي طبعا بتكون مكتوبه على الاداء، الاداء على الجنب، تضغط عليها بيجي لك بقى تقييم الاداء بتاع المدونه بتاعتك. لو لقيت عندك متوسط نسبه النقر اقل من 10% يبقى انت كده المدونه بتاعتك مش هتتقبل. لا غلط خالص الكلام ده، انا المدونه عندي نسبه النقر فيها 3.7. كمان بيقول لك لو لقيت متوسط موضع الاعلان اقل، لازم يكون اقل من 10، لو لقيته اكتر من 10 مش 10% هو 10 بس ده المقياس بتاعه، يبقى انت كده برضه مش هتقبل. انا عندي متوسط موضع الاعلان 17.6، فالموضوع ده غلط تماما. يعني لو حضرتك مستني ان متوسط نسبه النقر عندك يوصل اكتر من 10 ما تستناش الكلام ده خالص، لا اكتر من 10% ما تستناش وقدم، ما فيش اي مشاكل خالص. تقريبا معظم الزيارات اللي بتجيلي او كلها بتجيلي عن طريق اليوتيوب، يعني حد بيسمعني على اليوتيوب فبيشوف الموضوع اللي انا اتكلمت فيه فعايز اللينك بتاع الموضوع اللي انا اتكلمت فيه بقى يكون سايبه في المدونه بيخش على المدونه. دي الزيارات اللي بتجيلي. طب كام زياره جات لي بقى من شهر 2 لحد النهارده؟ احنا دلوقتي تقريبا 22/9 او النهارده كام، يعني تقريبا 23 او 22 مش متذكر بالظبط. كام زياره جات لي النهارده؟ 21/9. دلوقتي جاي لي حوالي 670 زياره بالظبط، عدد الزيارات اللي جت للمدونه بتاعتي من شهر 2 670 زياره، ومع ذلك اتقبلت. كان في برضو اكتر من حد قال لك لازم تعدي بقى 2000 زياره و3000 زياره، والكلام ده كله مش صحيح. يعني بغض النظر عن عدد الزيارات اللي بتجي لك على المدونه، هو يكون في زيارات وفي حركه على المدونه لكن مفيش عدد محدد ومفيش عدد من الاعداد بقى الكبيره اللي بنسمعها. طبعا 672 دول ممكن يجولي عدد مشاهدات على اليوتيوب في يوم واحد، لكن على المدونه لسه جديده ما بيجيليش عليها زيارات. في خطا كمان برضو كنت سمعته من حد بيقول لك انت لازم الفونت عندك اللي انت بتكتب بيه يكون موحد على كل مواضيع المدونه. ده خطا كبير جدا، انا عندي الفونتات مختلفه من موضوع لموضوع، ممكن عادي جدا تكتب كل موضوع بفونت مفيش اي مشاكل، مش لازم توحد الفونت داخل المدونه كلها. لكن طبعا يستحب تنسيق المواضيع، ويستحب ان حضرتك تكون كاتب المواضيع بنسق واحد، يعني تبقى كاتب كده مقدمه وبعد كده صلب الموضوع وبعد كده خاتمه، وبعد كده طبعا الحاجات العناوين الفرعيه تكتبها عناوين فرعيه، العناوين الرئيسيه تعملها عناوين رئيسيه، ودي حاجات اللي هو محددها لنا جوه المدونه، لكن هو سايب لك حريه اختيار الفونت، فيبقى تقدر انك انت تختار الفونت براحتك. كمان التنسيقات بالالوان، يعني حضرتك عايز تلون المدونه بتاعتك ما تخليش بقى كل كلمه بلون، هو بيسمح لك بالتلوين، لكن تلون العناوين، تلون اسماء المواقع، يعني تلون حاجه كده ايه، وبرده يكون ثابت. يعني انت بتتكلم مثلا عن موضوع اللي انا اتكلمت عليه موضوع الالوان مثلا، وذكرت فيه اكتر من موضوع اكتر من لينك
لمواقع الوان، اسم الموقع كاتبه بلون موحد بس، يبقى كل اسماء المواقع مكتوبين بنفس اللون عشان يبقى فيه يعني حاجه كده سيمترية في الموضوع بتاعك، ما يبقاش كل حاجه بلون والدنيا متلخبطه خالص على الموضوع الواحد. الاخطاء الاملائيه دي حاجه مهمه جدا، الناس كتير برضو اتكلمت عليها وقال لك ان الاخطاء الاملائيه ما تتقبلش على جوجل ادسنس. انا في موقع اسمه التدقيق الاملائي والنحوي، باخد كل موضوع بكتبه على وورد اخده واروح بيه على موقع التدقيق الاملائي والنحوي وابدا في عمل تدقيق املائي ونحوي للموضوع، ما عدا موضوع واحد سبته عشان اشوف ايه اللي هيحصل، واتقبل برضو ما فيش مشاكل خالص ونزلت عليه الاعلانات والمدونه اتقبلت كلها على بعضها. يعني اذا الموضوع الاخطاء الاملائيه مش موضوع قاتل قوي انك انت يوقفك ويكون تعجيز ليك انك انت ما تقدمش في جوجل ادسنس، لا ممكن يكون في اخطاء املائيه وما فيش مشاكل تقدم. الاخطاء الاملائيه طبعا اللي هي المقبوله، ما يبقاش في اخطاء املائيه بشعه بقى في كل المواضيع. يعني عندي موضوع اللي هو موضوع شاتر ستوك، في اخطاء املائيه زي مثلا الهمزه ما فيش تحتها الف، ما فيش فيها الف، الهمزه على السطر، التاء المربوطه والهاء المربوطه، الكلام ده كله متلخبط عندي في موضوع واحد بس انا سبته متعمد يعني عشان اشوف ايه اللي هيحصل، فلقيته برده ما فيش مشاكل، ما اثرش على قبول المدونه في جوجل ادسنس. كمان في حاجه اسمها صفحات الفيديوهات ومسارات التنقل، بيظهر لك فيها اخطاء، الاخطاء دي تقريبا ما اتحلتش معايا غير لما غيرت القالب، ودي عن تجربتي انا. يعني انا غيرت القالب تماما لاني كنت شغال الاول على قالب مجاني نزلته من النت مجاني، غيرته تماما واشتريت قالب بحوالي تقريبا 10 دولار، يعني لو حضرتك هتشتريه النهارده هتشتريه ب 200 جنيه مصري لو حضرتك داخل جمهوريه مصر العربيه، الدولار ب 20 جنيه تقريبا، فيبقى 10 في 20 ب 200 جنيه. انا اشتريت قالب جديد ونزلت عليه المواضيع بتاعتي وكل المشاكل اتحلت تقريبا لوحدها، يعني مشكله مسارات التنقل اتحلت لان طبعا المشكله دي موجوده في القوالب القديمه، مشكله صفحات الفيديوهات اتحلت بعد ما نزلت القالب الجديد اللي انا اشتريته من موقع الخمسات. طبعا دي مش دعايه، يعني حضرتك تقدر تشتري اي قالب انت حابب تشتريه، مش دعايه لقالب معين او حاجه معينه، لا تقدر تشتري اي قالب انت عايزه من اي موقع وتشتغل عليه، ودي طبعا نصيحتي ليك لو حضرتك داخل فعلا المدونات وناوي انك انت هتكمل ان شاء الله، مش هتبطل شغل فيها او مش واخدها يومين كده ثلاثه وهتبطل، لكن لو حضرتك بتجرب لا جرب الاول في القالب مجاني وجرب من غير دومين وبعد كده يبقى شوف نفسك هتكمل ولا لا، لكن لو هتكمل فعلا ومصر انك انت فعلا عندك مواضيع هتتكلم فيها وعندك يعني هدف انك انت هتعمل مدونه، انصحك تشتري قالب من الاول عشان ما تضيعش وقت زي ما انا ضيعت وقت من شهر 2 لحد شهر 8 تقريبا، وبعد ما اشتريت القالب الجديد لا حسيت بفرق كبير، طبعا فرق في السرعه والتنقل ما بين المواضيع، فرق في القالب كل حاجه مفتوحه فيه، تقدر تحط الاعلان في اي مكان زي ما انت حابب، تحط فوق تحت على الجنب زي ما انت حابب، في حاجات كتير جدا كانت مقفوله في القالب المجاني لقيتها مفتوحه في القالب اللي هو بفلوس. فانصحك لو حضرتك جد فعلا في موضوع المدونه اتكل على الله واشتري قالب على طول من الاول عشان ما تضيعش وقتك، وبرضو انصحك ما تزهقش، يعني دايما قدم لجوجل ادسنس وما فيش مشاكل خالص في التقديم، انك انت تقدم مره واثنين وثلاثه وتترفض دي انا ما لقيتها مش مشكله، انا كنت هغير الدومين تماما بس تراجعت طبعا لما لقيتهم خلاص كده قبلوا المدونه، فهبدا ان انا ابدا يعني اكتب بقى عليها مواضيع تاني اكتر ان شاء الله عشان ينزل عليها اعلانات باستمرار. في حاجه تانيه مهمه جدا برضو اللي هو موضوع 500 كلمه، ده اعتقد ان هو مهم لان في شرط من شروط جوجل ادسنس بيقول لك ان الموضوع بتاعك غير كافي، يعني كنت قبل كده اسباب الرفض عندي ان بيجيب لي ان المواضيع بتاعتك او المحتوى غير كافي، المحتوى غير كافي من عدد موضوعات يعني لا تقل عن 20 موضوع وقدم، وعدد كلمات داخل الموضوع الواحد لا يقل عن 500 كلمه، وطبعا ده اللي انا بشوفه برضو في مواقع كتير جدا زي موقع يعني في موقع زي مثلا rightme.com بيشترط عليك ان اي موضوع لا يقل عن 400 كلمه عشان يقدر ان هو ينزله على الموقع اللي هو بيعرض عليه، فطبعا تقريبا ده ستاندرد في كل المواقع ان هو 400 كلمه او 500 كلمه، بس حاول ما تقلش عن 500، كل ما تزيد يكون افضل طبعا، لكن ما تقلش عن 500 كلمه وتنسق الموضوع بتاعك. دي كانت اهم المشاكل اللي قابلتني وازاي حليتها على المدونه، وايه المشاكل اللي قابلتني وما اتحلتش ومع ذلك برضو الموضوع او المدونه اتقابلت على جوجل ادسنس. اتمنى لكم التوفيق واتمنى لكم ان شاء الله تقدروا تستفيدوا من هذا الفيديو وتشتغلوا مع جوجل ادسنس وتقدروا انكم تحققوا الربح على مدوناتكم على بلوجر. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.